لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 62، وعنوان حلقتنا النهاردة يا أشاعرة احلفوا كده وإحنا نصدقكم. حلقة النهاردة هنشوف مين هم الأشاعرة وإيه الصفات اللي بيثبتوها وإيه الصفات اللي بينفوها وإزاي الوهابية السلفية بترد عليهم، ونبتدي مع الشيخ الجامي ونشوف هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. ومنهم من تصرف في صفات الله تعالى، قالوا ما كان من قبيل الصفات العقلية تثبت الصفات العقلية بالدليل العقلي وإثباتها كما يليق بالله، ولا يؤدي إثباتها بالدليل العقلي على ما يليق بالله تعالى لا يؤدي إلى التشبيه. من هؤلاء؟ الأشاعرة. والشيخ الجامي بيقول إن الأشاعرة قالوا إن الصفات العقلية نثبتها على حقيقتها كما يليق الله، والصفات العقلية دي هي الإرادة والقدرة والحياة والعلم والبصر والسمع، ولو أثبتناها على حقيقتها إحنا كده مش بنقع في التشبيه. والصفات العقلية هي نفسها صفات المعاني، ونشوف الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيأكد لنا كلام الشيخ الجامي. وقالوا هذه ليست الصفات، وركزوا على المعنوية وعلى المعاني لأنه حصل جدل في بعضها فركزوا عليه أكثر قليلا. الدكتور عبد القادر الحسين طبعا هو أشعري، بيقول إن الأشاعرة ركزوا على المعنوية وعلى المعاني لأنه حصل جدل في بعضها فركزوا عليها أكثر قليلا. والصفات العقلية هي نفسها صفات المعاني، دي هي 7 صفات وهي صفات عقلية. ليه؟ لأن أدلة إثباتها عقليا، يعني أي إنسان يعبد أي إله لو تسأله هل الله اللي بتعبده حي ولا ميت هيقول لك حي، لو تسأله هل الإله اللي بتعبده قادر ولا عاجز هيقول لك قادر، لو تسأله هل الإله اللي بتعبده ليه إرادة هيقول لك نعم ليه إرادة، وهكذا إلى كل الصفات 7، يعني صفات كده تقدر ترد عليها بالعقل وفي نفس الوقت لا تؤدي إلى التشبيه. ونشوف الشيخ الجامي بيأكد نفس المعلومة عن عقيدة الأشاعرة، ونشوف الفيديو اللي جاي. قالوا نثبت لله القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، بأي دليل؟ بالأدلة العقلية، على أي كيفية؟ كما يليق بالله تعالى، أليس في ذلك تشبيه؟ قالوا لا، لأنها ثابتة بالعقل. زي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول إن الأشاعرة بيثبتوا لله القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة، والكلام ده بأي دليل؟ بالأدلة العقلية، على أي كيفية؟ كما يليق بالله. وبكده الأشاعرة أثبتوا 7 صفات على حقيقتها لله، وقالوا إن أي صفة غير الصفات دي ممكن يكون فيها تشبيه، وفي نفس الوقت قالوا إن الصفات 7 دي حتى لو اشترك المخلوق فيها مع الخالق ده مش بيكون أو ما بيبقاش فيه تشبيه، وفي نفس الوقت نفوا كل الصفات التانية طبعا بالتأويل أو بالتفويض اللي يعتبر نفي حقيقة الصفة، يعني نفي الصفة، وأثبتوا كل أسماء الله فشابهوا المعتزلة في إثبات الأسماء وفي نفي معظم الصفات، وخلفوهم في إثبات الصفات العقلية أو صفات المعاني. ونشوف الفيديو اللي جاي للشيخ زيد البحري وهو بيأكد المعلومة دي، ونشوف مع بعض. جاءت الأشاعرة وردهم بعض السلف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أنهم مخانيف المعتزلة. لما؟ لأنهم أثبتوا الأسماء وسبع صفات فقط، أما بقية الصفات فقد نفوها. لماذا أثبتتم هذه الصفات 7 دون غيرها؟ قالوا لأن العقل يدل عليها، مجموعة في قول القائل حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. كيف رتبتهم؟ لهم ترتيب معين أوصلهم إلى أن يثبتوا هذه الصفة، ويرد عليهم بأن هناك من هذه الصفات التي نفيتموها دل عليها العقل، وهؤلاء هم مخانيف المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وزي ما شفنا الشيخ زيد البحري بيقول إن الأشاعرة مخانيس المعتزلة لأنهم أثبتوا الأسماء زي المعتزلة وخلفوا المعتزلة، وأثبتوا 7 صفات اللي بيسموها صفات
المعاني وبقية الصفات نفوها طبعا، نفوا حقيقتها وأولوها وفوضوها، والتأويل والتفويض في الحقيقة نفي لحقيقة الصفة، يعني نفي للصفة. ونكمل مع الشيخ الجامي ونشوف هيقول لنا ايه في الفيديو اللي جاي. متى يكون التشبيه؟ عندما تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية التي لا مجال للعقل إلى إثباتها. إذا أثبتها لله وقعت في التشبيه، ولكن إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات القدم وإثبات النزول وإثبات المجيء يؤدي إلى التشبيه. ولكن إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات القدم وإثبات النزول وإثبات المجيء يؤدي إلى التشبيه، يعني مجرد إثبات الصفة الخبرية كالوجه واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا ده يؤدي إلى التشبيه عند الأشاعرة. وشوف الشيخ جيل صادق هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الأولى. وفي رواية أخرى لهذا الحديث رواها الإمام النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ملك بأمر ربنا. وهذا معنى الحديث، وهذا مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفنا الشيخ الأشعري جيل صادق وهو بيقول إن رسول الإسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وفي رواية تانية رواها النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة قال رسول الله ينزل ملك بأمر ربنا. وده هو معنى الحديث، هذا مراد رسول الإسلام. ونكمل مع الشيخ الأشعري جيل صادق ونشوف هيقولنا إيه في الفيديو اللي جاي. وهذا كتاب صيد الخاطر تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية. هذا الكتاب طبع دار الكتاب العربي سنة 1424 هجرية. يقول في الصحيفة 312: فترى أقواما يسمعون أخبار الصفات فيحملونها على ما يقتضيه الحس، كقول قائلهم ينزل بذاته إلى السماء وينتقل. وهذا فهم رديء، لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان، ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه ويلزم منه الحركة، وكل ذلك محال على الحق عز وجل. هذا ما عليه أئمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين. وبعد كده شفنا الشيخ الأشعري جيل صادق بينقل من كتاب سيد الخاطر من تأليف ابن الجوزي اللي يقول: فترى أقواما يسمعون أخبار الصفات ويأخذون الصفات دي على ظاهرها وعلى ما يقتضيه الحس. وطبعا ابن الجوزي ده أشعري حنبلي، وهو اللي ألف كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه اللي اتكلمنا عنه كتير في حلقات فاتت. وابن الجوزي بيقول إن صفة النزول بيقولوا عنها إنها نزول حقيقي، يعني الله ينزل بذاته حقيقة إلى السماء الدنيا، وبينقل ويقول إن ده فهم رديء، لأن اللي ينتقل أو ينزل هيكون نزول أو انتقاله من مكان لمكان، وده معنى إن المكان أكبر منه ويلزم منه الحركة، وكل ذلك محالة أو وكل ذلك محال على الحق عز وجل، وده إجماع أئمة الإسلام. والشيخ الجامي لما سمع إن الأشاعرة بيقولوا إن نزول الله إلى السماء معناه نزول الملك أو نزول أمر الله أو نزول الملك بأمر الله، خلينا نشوف الفيديو اللي جاي هيقول: وإذا قلتم ينزل معناه نزول الأمر أو نزول الملك، وهل تحلفون بالله بأن الرسول أراد بنزول الله نزول الأمر أو نزول الملك؟ لن يستطيعوا أن يحلفوا، أي إن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقيني. الشيخ الجامي بيقول للأشاعرة: أنتوا بتقولوا نزول الله هو نزول الأمر أو نزول الملك، أنتوا بتتكلموا بجد؟ طب احلفوا كده وإحنا هنصدقكم، مش هتقدروا تحلفوا لأن التأويل بتاعكم مش يقيني، ده تأويل ظني. شفتوا ازاي يا أشاعرة انتوا ما تقدروش تحلفوا؟ وطبعا الأشاعرة لما يرفضوا نزول الله من السماء مش معنى كده انهم بيؤمنوا ان الله في السماء ومش بينزل، لا
يعني مش بينزل منها، لا دول مش بيؤمنوا اصلا ان الله في السماء، لان معنى حديث الجارية ان الرسول يعلم ان الله موجود بلا مكان ولا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. يعني الأشاعرة بيقولوا ان اللي ينكر نزول الله هو الرسول نفسه، وده مش تأويل او معنى ظني. وزي ما شفتوا الشيخ جيل صادق جاب الدليل على كلامه، علشان كده الأشاعرة مش هيحلفوا للجامي أبدا، وهنتكلم عن النقطة دي في الحلقة الجاية. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. إحنا شفنا في حلقة النهاردة إن الأشاعرة بيثبتوا لله 7 صفات فقط، وقالوا عنها إنها صفات المعاني، لأن أنت بمنتهى البساطة تقدر تثبتها بالعقل، وفي نفس الوقت لا تؤدي إلى التشبيه. هي القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وبينفوا الصفات الخبرية السمعية اللي هي الوجه واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا. والشيخ جيل صادق استشهد بكتاب لواحد أشعري وهو ابن الجوزي، وقال إن صفة النزول بيقولوا عنها إنها نزول حقيقي، يعني الله ينزل بذاته حقيقة إلى السماء الدنيا وينتقل، ويقول إن ده فهم رديء، لأن اللي ينتقل أو ينزل هيكون نزوله أو انتقاله من مكان لمكان، وده معناه إن المكان أكبر من الله. وشفنا الشيخ الجامي قال للأشعار أنتوا بتقولوا نزول الله هو نزول الأمر أو نزول الملك، طب احلفوا كده وإحنا هنصدقكم، مش هتقدروا تحلفوا لأن التأويل بتاعكم مش يقيني، ده تأويل ظني. طب في الحلقة الجاية مع معركة أين الله، وإلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.